يقيم مارسيو منذ 22 عاماً في قصر من الرمل في ريو دي جانيرو، حيث لقبه السكان والأصدقاء بالملك. ينكب مارسيو على إصلاح قصره رغم الحرارة التي تلامس مستوى 40 درجة مئوية على الشاطئ. فهذا البرازيلي الأربعيني يعيش منذ أكثر من عقدين في قصر من الرمل، ويسعى لجذب الفضوليين ويشارك طوعاً في جلسات التصوير، متربعاً مع صولجان على العرش الذي أقامه أمام قصره. ويقول مارسيو: الناس يدفعون إيجارات باهظة للسكن قبالة البحر، أنا أعيش حياة هانئة هنا من دون فواتير. ويمضي مارسيو من 10 إلى 20 ساعة يومياً في نحت أبراج قصره التي يمكن في أي لحظة أن تأتي عليها الأمطار. ويقتصر مسكنه الذي يبدو ضخماً من الخارج على مساحة تقرب من 3 أمتار مربعة فقط في الداخل. وقد جمع مارسيو عشرات الكتب في الداخل وبعض معدات الغولف، وهما شغفاه مع الصيد. أما سريره فهو كيس للتخييم موضوع أرضاً، وحمامه ليس إلا مقر للإطفائيين الواقع على بعد حوالي 30 متراً من قصره، ومجهز بمراحيض ودش للاستحمام، ويمكن استخدامه مقابل حوالي دولار واحد. ويرى مارسيو أن كل حاجاته للسكن مؤمنة في هذا القصر من الرمل، لكن مشكلته الحقيقية والوحيدة هي الحرارة الخانقة. ويقول: الرمل يحبس كل الحرارة، لذا لا أستطيع أحياناً خلال الليل النوم هنا. فأقصد أحد الأصدقاء لأبيت في منزله، لكنني أفضل البقاء هنا حتى لو كان علي التمدد خارجاً على شاطئ البحر. ولجني رزقه يعتمد مارسيو حصرياً على أموال الصندوق الموضوع عند مدخل قصره الرملي. بين الحين والآخر يتلقى أموالاً من مراكز تجارية في مقابل صنع منحوتات رملية لافتة لوضعها في حرمها خلال مناسبات خاصة.